إلى محمد ثابت من غزة، مدير الإعلام بشركة توزيع الكهرباء في غزة. محمد ثابت، سيد محمد أهلا بك في قناة المملكة، التفاصيل ما حيث أنت؟ الوضع حقيقة صعب في قطاع غزة. يعني موضوع الكهرباء، هو موضوع يعني حاليا إمدادات الكهرباء في أدنى مستوياتها، نتحدث عن 3 ساعات يعني بعد 24 ساعة انقطاع. 24 ساعة فصل للتيار الكهربائي، تليها 3 ساعات تقريبا وصل للتيار الكهربائي. شبكات الكهرباء بشكل عام تضررت بشكل كبير جدا في قطاع غزة. الخطوط الإسرائيلية متوقفة عن العمل منذ أول يوم للحدث، وكذلك محطة التوليد مهددة بالتوقف يعني. وبالتالي من المتوقع أنه يعني خلال يعني ليوم الأربعاء ستكون إمدادات الكهرباء في أدنى مستوياتها، واحتمال تغرق غزة في ظلام دامس. حتى أن وزير الطاقة الإسرائيلي أمر بقطع المياه أيضا عن قطاع غزة، لك أن تتخيل ربما وأنت في موقع الحدث عندما تقطع المياه والكهرباء عن قطاع غزة، يعني هل من حلول ربما أو خيارات لتدبر الأمر في غزة؟ شوفي، موضوع هذا ديدن الاحتلال وليس غريبا عن الاحتلال، هذا يتعامل بشكل وحشي وبشكل فاشي وليس غريبا. يعني نحن نقع يعني في ظل تحت عدوان منذ سنوات طويله، يعني هذا ليس غريبا وليست اول اعتداء على غزه. لكن هذا الاعتداء حقيقه يعني استهداف المدنيين في المقام الاول، هذه وحشيه بحد ذاتها، يجب ان يقف المجتمع الدولي يعني امام مسؤولياته، خاصه في ظل هذه الجرائم المرتكبه. هناك تغطيه على الاحتلال بشكل كبير من بعض الدول الكبرى، وبالتالي يجب ان تقف الدول يعني النزيهه والدول المجتمع الدولي امام هذه الجرائم المرتكبه. اليوم اغلب المدنيين في قطاع غزه هناك نزوح في في في, في بعض الاماكن، هناك تدني في الخدمات بشكل كبير، الخدمات الكهرباء اساسيه، وبالتالي ستؤثر بشكل كبير على المرافق الحيويه في غزه وخاصه قطاع الصحه. هناك خشيه كبيره من توقف هذه القطاعات وبالتالي تعريض حياه المواطنين شديد، نظرا لانه كمان هناك يعني توافد كبير لاعداد المصابين والجرحى على المستشفيات. يجب ان يتحرك المجتمع الدولي بشكل سريع، ويجب ان تتوقف هذه العنجهيه الصهيونيه تجاه قطاع غزه. نعم، إذا كنت معنا من غزة مدير الإعلام بشركة توزيع الكهرباء محمد ثابت، شكرا جزيلا لك.